عليك كده. بتقول ايه؟ بتقول انك واحد من بتوع الجوابات، بتكتب 100 جواب في اليوم ل100 واحدة، وبعدين لو كنت سمعت كلامها كويس تبقى عارف انها ما رضتش عليا الا بعد ما قلت لها ان صاحب الجوابات، يعني جواباتك هي سبب. انا كتبت جوابات من غير ما اطلب رد، من غير ما اكون عايز حاجة، انما التليفون عايز رد، والرد لازم ينتهي الحاجة. ما تنساش انك انت اللي كلمتها. انا؟ طبعا انت، امال انا؟ دي ما عندهاش فكرة عني خالص، وتقدر تقول ان انا وانت واحد. يا اشرف اعقل. انا اعقل منك وخلاص، اشطب الموضوع ده كله من حياتي، لا في جوابات ولا تليفونات، هبطل خيال. ده مش خيال يا اشرف، انت محتاج واحدة تحبك وتحبها، تكلمك وتكلمها. ما بكلمش حد، ما بكلمش حد. انت اخويا وبحب مصلحتك يا اشرف. خد التليفون اهو، اطلبها بايدك انت، كلمها بصوتك انت. لا ما اقدرش، ما اقدرش، ابعد التليفون ده عندي. امسك، ما تبقاش جبان. انا مش جبان، بقول لك انا مش جبان. بقول لك خد التليفون اطلبها. مش ماسك ومش طالب، ابعد التليفون ده عني، ابعده عني. طيب. اهلا اهلا يا روحي، وحشتيني. لا يا روحي، 5 تبقى بدري قوي، خليها 8. بابا انا عايز شوكولاته. خد يا سي اشرف وحل عني بقى. اي يا ستي. اشرف يا طنط. لا بابا مش موجود. تكلمي ماما؟ الو الو، مين دي يا اشرف؟ دي اللي كانت بتكلم بابا. بتقول له ايه وبيقول لها ايه؟ بتقول له ادي اشرف شوكولاته. ها؟ بيقول لها يا حبيبتي والساعه 8، وكمان بيقول لها يا روحي. وايه كمان؟ وانها لسه صغير ومعرفش حاجه. يا سلام يا روحي، هيحصل طبعا. طبعا ضروري، حاجات ما حصلتش ابدا. اديني السماعه دي. الو، لازم اعرف مين اللي بيتكلم. هات السماعه. سيب السماعه. لا لا يمكن. سيب السماعه. سيب التليفون. مش معقول كده. لازم اعرف دي مين. سيب ده شغل، ما تخليش في شغلي ابدا. مش حاجه اسمها شغل. مش معقول ده. أنا مالك إيه؟ سيب، لا لازم أعرف دي مين دي. التليفون ده شغلي، شغلي كله بيجي على التليفون، ما أحبش إنك مد إيدك عليه. مش عارف، أمشي طالع طالع.